مشاهدي قناة الإعلامية أنفاس تيفي داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد بالضبط من مركز السوسيو الرياضي الشهيد محمد الزرقطوني بدرب عزة. اليوم حفل الاختتام المرحلة الأولى المخيم عن قرب. إذا بغيتوا تشوفوا أجواء هذا الحفل أجوا معنا. دار البرنامج الوطني لتخييم الصيفية 2022، كيف ما كتلاحظوا كيف ما حضرتوا معنا المرحلة الأولى، البداية ديالها كانت لو 28، اليوم كنديروا الحفلة الختامية ديال المرحلة اللي دازت الحمد لله جيدة، في ظروف جيدة، والوليدات استمتعوا مزيان. لتذكير كنشكر جميع الأطر اللي كانوا خدموا على قدم وساق، منهم الناس ديال المجتمع المدني، منهم أوراش دار بوعزة، وما ننساش طاقم الهلال الأحمر اللي كانوا كيخدموا طيلة المرحلة من الفترة الصباحية إلى الرابعة والنصف، فترة مغادرة الأطفال البيوت ديالهم. ولتذكير المرحلة الثانية غتبدا في نهار الجمعة إن شاء الله.